كلنا زعيمين، كلنا مش عارفين نعمل ايه. نحن ابناء رياضة الكيك بوكس في مصر، تعدينا ال 10000 ممارس. المسؤول عن الرياضة في مصر اظن انه مفيش حاجة في دماغه الا الكورة او حاجة تانية، لكن احنا كلعبة او 10000 ممارس في مصر ما حدش بيفكر فيهم. في يوم وليلة لغونا الرياضة. صراعاتنا في الكيك بوكسنج كل اللي عايشين في المجلس القومي للرياضة عارفينها، لكن احنا ما بنفرقش مع حد. 10000 ممارس ليه ما يتعملناش اتحاد؟ ده حقنا. الكيك بوكسنج نشأ في مصر سنة 1997. اللي احتضن الكيك بوكسنج في مصر في البداية الاتحاد المصري للملاكمة، الجيل الذهبي الأول للكيك بوكسنج. أنا شرفته بقى باعتبار إن أنا بتكلم النهاردة، لو حد غيري هيتكلم عن نفسه. شرفت إن أنا كنت لاعب في منتخب مصر القومي ومدرب منتخب مصر القومي في العادي ده، إلى إنه اتعامل الاتحاد المصري للكيك بوكسنج دي الفترة الأخرى اللي أنا بسميها فترة الوسط. الملاكمة لعبة أولمبية والكيك بوكس لعبة غير أولمبية. الكيك بوكس ليه أكتر، ليه اتحاد والملاكمة ليها اتحاد. إحنا ليها بطولات عالم، هما ليهم بطولات عالم. لكن في فترة من الفترات الوزير الشباب قال ندمج الملاكمة مع الكيك بوكس زي أي رياضة ناشئة بتتأسس. الكيك بوكسنج قعد في مصر من سنة 1997 لحد 2005، وبعد كده نشأت مشاكل فيه، وبعدين تم خروج لجنة الكيك بوكسنج من اتحاد الملاكمة ومبقاش ليها كيان. بعد كده لقينا عدم رعاية، عدم اهتمام، لانهم بيهتموا بلعبتهم الاساسيه. بعد كده لقينا في فلوس بتتاخد، مساومات مش هتكلم فيها. المهم الامر انتهى ان في امراء واحد النيابه، والامر انتهى ان الحمد لله اتاسس لنا اتحاد، وان شاء الله بنمثل مصر، وان شاء الله بنعمل نتيجه باسم الاتحاد المصري للكيك بوكس. ثم تم تاسيس اتحاد مصري للكيك بوكسنج سنه 2006، استمر لمده عام. في حرب من اتحاد الملاكمه ورجال والرجاله بتوعهم ضد اللي موجودين. الموجودين دول ناس رجال اعمال جايين يساعدوا زي الدكتور مصطفى سامي، فلقى كل المشاكل دي قال انا يا جماعه جاي اساعدكم، وده كله. فانا شايف ان هو ما بقاش عايز يستمر، فاحنا فقدنا الناس دول. وبعدين اتحل اتحاد الكيك بوكسنج في مصر، وقعدنا فتره طويله ما عندناش اتحاد. المسؤول عن الرياضه في مصر اظن انه مفيش حاجه في دماغه الا الكوره او حاجه تانية، لكن احنا كلعبه او 10000 ممارس في مصر ما حدش بيفكر فيهم. في يوم وليله لغونا الرياضه. صراعاتنا في الكيك بوكسنج كل اللي عايشين في المجلس القومي للرياضه عارفينها، لكن احنا ما بنفرقش مع حد. كان في كيان في مصر ولي الفخر يعني اسمه EMA، هو اللي بقى يمثل مصر عربيا ودوليا في الاتحاد الدولي والاتحاد العربي للكيك بوكسنج. كنا احنا كEMA، كنا احنا ككيان بنشتغل في الوطن العربي وفي العالم بس. انا كنت مسؤول عن ايسكا، WKA، WBKA، WKN، الواكو، WKU، معظم المنظمات اللي عامله في رياضه الكيك بوكس في العالم. الى ان تم فرض عليا بشكل مباشر ان ما ينفعش من ساعه ما اتعمل اتحاد دولي ما ينفعش اشتغل مع منظمات كانت النتيجه السوق اللي بقت فيه مصر ده، ان 100 منظمه دخلت، ان انا سبت الاماكن دي ودخل كتير قوي، بقى في سوق متنازع من البيزنس الرياضي في الكيك بوكس. ده غلط ولا صح؟ في وسط الحرب دي كلها في ناس استغلت ده. استغلوا ازاي؟ في مشاكل كتير، فبيستغلوه بان هم بيسفروا ناس للخارج زي ما حضرتك سمعت كتير بقى بالمراحل. يعني في مصر دلوقتي بقى في كتير، مش في لعبتنا بس، في العاب تانيه كتير. في الفتره دي انا كنت مساعد وزير وما كانش ليها مكان، وكان في ناس كتير يعني داخله في مشاكل مع بعض، كل واحد مع ورق بيقول ده بتاعي، الاتحاد بتاعي. انا بتكلم على 2014 يعني، فحطيناها المكان شرعي لينا، فموجود الاتحاد لو قدر ان هو يتعمل ليها شعبه او اتحاد او حاجه نساعد بيها نساعد بيها. بعد كده اتوقف الاتحاد ده ومثل مصر عربيا الاتحاد المصري للوشو كونفو، وده اللي احنا موجودين فيه. بطوله الجمهوريه للناشئين وشباب الكيك بوكسنج، دوره اسكندريه للكيك بوكسنج. النهارده اكتر من 62 دارس بيشاركوا في الدوره الاولى للكيك بوكسنج بمنطقه اسكندريه للوشو كونفو. انا دايما بسال حضرتك على سؤال مكرر، هل في دراسه لواقع رياضه الكيك بوكسنج ولا لسه؟ بص، الكيك بوكس لعبه جميله، لعبه قويه، بس اتمنى وانا مساعد وزير متابعها، اتمنى يعني ان يكون فيها، لان ناس كتير بتتصارع وكل واحد يقول انا اتحاد انا فانا ان شاء الله في القريب يعني، ما اعرفش الزمن امتى،
نوحد الموضوع في اتحاد واحد. ما انت بالفعل حضرتك دلوقتي احنا عند كابتن عاشور في اتحاد الكونغ فو، لكن عندنا امل بعد فتره يبقى احنا كيان مستقل. يا ريت انا كلما كان هناك اتحادات كتير في الرياضه، كلما كان في هناك قاعده ممارسه للرياضه اكتر، وده دوري ان انا اوسع قاعده الممارسه في كل الرياضات. ده حقنا، يبقى لينا اتحاد. مين رئيسه ما يفرقش معانا، مين الاداريين بتوعنا ما يفرقش معانا، لكن ولادنا ما يلعبوش في الشارع ولا يروحوا يشربوا مخدرات. دي رياضه افضل. كل نشاط رياضي او كل لعبه رياضيه ليها محبينها، فليه ايه المانع ان يبقى لها اتحاد لوحدها؟ وانا بطالب بفصل وجميع محافظات الصعيد ان شاء الله بفصل الاتحاد المصري للبوكسنج عن الاتحاد المصري للجيوش الكونغ فو. حضرتك بتقول ان في بعض المدربين بيقولوا ان ده ممكن يضر الكونغ فو لو كيك بوكسنج بتاعنا، ده راي حضرتك ولا راي ده راي ناس كثيره جدا بتقول ان انا الكيك بوكس هيسحب اللاعبين منه. هديهم مثال بس واحد، الكونغ فو كان لجنه تبع اتحاد الكاراتيه، الكونغ فو كان في عصره قوي جدا، وخاصة زي افلام بروسلي كانت ليها دور في ان الناس كلها تتجه للكونغ فو. الكونغ فو كانت لعبه قويه بالمقارنه بالكاراتيه، رغم انها لاعب كاراتيه. لما انفصل الكونغ فو عن الكاراتيه، الكاراتيه كان زاد قوه وكان اقوى واقوى، والكونغ فو بقى اقوى. ده في اتجاه الناس دي مش عارفه يعني ايه رياضه. وبقول لك ربنا يوفقك انت وزملائك كلكم، تجتمعوا كلكم على قلب رجل واحد لرفع راية الكيك بوكس وأولاده في اتحاد مستقل لوحده إن شاء الله. أنا بدعم أخويا وصاحبي وحبيبي وعشرة عمري كابتن محمد صبيح إن هو يرأس رئاسة الاتحاد المصري للكيك بوكس. وإحنا حابين إن يمسك اللعبة دي حد مننا، وشايفين حد أحسن من كابتن محمد صبيح. قرروا قريباً نمرة واحد نمرة اتنين نمرة تلاتة كابتن محمد صبيح كرئيس الاتحاد الكيك بوكس القادم، وإن شاء الله يجي أحسن. أنا بدعم كابتن محمد صبيح اتحاد الكيك بوكس. بدعم الكابتن صبيح وقائمة الكابتن صبيح في انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للكيك بوكسينج إن شاء الله تحت تأسيس. والله أنا يشرفني إن أنا الكابتن صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكس، شايف إن الكابتن محمد صبيح هو الأفضل حد يقدر يمسك الاتحاد ده. أهلا بندعم الكابتن محمد صبيح إن هو موجود ويبقى رئيس الاتحاد القادم إن شاء الله. بس انا عن نفسي شايف ان هو من افضل الناس الموجودين، لو ما كانش هو احسن واحد موجود دلوقتي مثلا في الكيك بوكس. انتم من رايي المتواضع ان كابتن محمد صبيح هو افضل واحد للمنصب. انا اتمنى ان كابتن صبيح يكون هو القائد للعبة الكيك بوكسنج في مصر. فانا عن نفسي والمنيا والصعيد كله بدعم الكابتن محمد صبيح كرئيس الاتحاد المصري للكيك بوكس. شكرا ليك. تعال نقول مع بعض يا كل المختلفين، هو في اختلاف ان احنا كلنا عايزين نبقى اتحاد مصري كيك بوكس؟ مفيش. هو الاختلاف مين يبقى رئيس؟ طب تعالى نوضح للناس، احنا الاتحاد بتاعنا لن يمر ليه اكتر من سنه ويبقى فيه انتخابات. هيتاسس الاتحاد وبعد سنه واحده هيبقى فيه انتخابات.